المدينة اللي الشيطان دخل فيها وأغوى آدم وحواء. بيقول تقليد الكنيسة يوم جمعة الآلام، يوم الجمعة العظيمة في تفسير الساعة الستة اللي بيقولوا عليه العبد المملوك، إن الحية كان ليها جناحين ورا الودن مسافة شبر علشان لما تفرد جناحتها تبقى على هيئة صليب، وكان ليها أربع أرجل. ولما ربنا لعن الحية قال لها على بطنك تسعين وترابا تأكلين، فتشال منها الأجنحة وتشال منها الرجلين وبقت تزحف على بطنها. لكن ايه رمز الحية اللي تحت الصليب دي يا بونا؟ الحية بتتحط تحت الصليب لرمزين اتنين. الرمز الاول الآية اللي بتقول نسل المرأة يسحق رأس الحية. طبعا المقصود بالمرأة مش اي مرأة، لكن المقصود بها العذراء مريم، لان العذراء هي المرأة الوحيدة اللي ولدت من غير راجل. علشان كده بنلاقي راس الحية منسحق او يعني منحني تحت الصليب، علامة على انها منسحقة تحت رجلين السيد المسيح. والرمز التاني يا ابونا بيقول عنه الكتاب المقدس كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. وفي الحقيقة تشبيه صعب ان احنا نشبه السيد المسيح بالحية، لكن يقول معلمنا القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات إن الحية النحاسية كانت جسد بلا سم كما أن المسيح جسد بلا خطية. ده اللي بترمز ليه الحيتين. في الصليب من تحت